السلام عليكم. اليوم حبينا نعرفكم بالإمكانيات الضخمة للسياحة الصحراوية في الجزائر، ويعني الهياكل الغير مسبوقة اللي موجودة في الصحراء، يعني من هياكل فندقية واللي الآن بدأت تتدعم بشبكة نتاع الطرق يعني تسهيل الولوج إلى هذه المنشآت الفندقية. إذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الرائع حول هذه الفنادق اللي تم تجديدها بالكامل. كل هذه الفنادق تم إعادة هيكلتها وتجديدها، واللي تعود هذه إلى ثمانينيات سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، واللي تم يعني التصميم تاعها والوقوف على الأشغال تاعها من طرف المهندس المعماري العالمي فيرنون بويون، هو اللي صمم هذه الفنادق الرائعة الآن بعد ما تم التجديد تاعها والترميم تاعها وهيكلة بعض الطرقات حولها. الآن نخليكم تتابعوا هذا الفيديو اللي عرفنا بهذا الشيء، وإن شاء الله تكون فيه المزيد من المشاريع الفندقية والسياحية، خاصة أن القطاع الخاص راه يعني ناشط في هذا الميدان. نتمنى يكون فيه تطوير السياحة الصحراوية في الجزائر، لما للجزائر يعني تزخر به من يعني إمكانيات طبيعية ويعني غير مسبوقة. يعني الجزائر، الصحراء الجزائرية تعد من أكبر وأجمل صحاري العالم. إذا إن شاء الله كل هذه المرافق الفندقية تزيد تطور يعني وتكون فيه عروض إضافية وجديدة، عروض فندقية لتسهيل يعني للمواطن الجزائري لكي يتمتع بزيارة لهذه المناطق الجميلة جدا. قبل ما نفكر في السياحة الخارجية أو السياحة الدولية، على كل حال نخليكم تتابعوا الفيديو حول بعض الفنادق الرائعة التي تم إنشاؤها في الجنوب الجزائري. نترككم تتابعون هذا الفيديو، والسلام عليكم. Thank you.